شو من بعد هالوقعه من بعد هالوقعه اول شيء الحمد لله على السلامه. ميرسي الله يسلمك. يعني نحن قلتي لي بدي فوت بالهليكوبتر، كنت وقعت من الهليكوبتر كنت ثلاث شقف هلا، يعني ثلاثه هشام عم بيقابلوك. اهلا وسهلا مايا دياب عم تفتتح السيزون الجديد من لهون وبس، ما في احلى من هيك افتتاح. مبروك. ميرسي. ليكي شو بقولوا الليفل بيشبه بعضه، يعني هيك ليفل بدايه بده مايا دياب. ميرسي. اهلا وسهلا فيكي مايا دياب، بدنا نحكي كثير امور اليوم من بعد ما وقعنا وبدي من بعد ما عملنا من بعد ما انت وقعتيني لحظة. اول شيء الثلاثه انترنس احنا سائلين، يعني عم نتساءل طبعا، يعني طبعا انه ويل سميث وهيك اللي بنعمل اللي احنا بنتساءل، يعني بس ما يفكرون احنا سائلين. بس من بعد ما انت وقعتيني اجى دوري انا وقعك. رح بلش شو بس حب خليني اقول لك شغله، رح نحكي ورح نمزح كثير لهون وبس، لانه هون وبس اكثريه الموضوع الاشياء اللي فيه كوميديه، ولكن ايه؟ رح بلشك بالاشياء مش كثير كوميديه. ايه؟ عاده انا كمان عندي شغله مش كوميديه بدي اسالك عنها، بس خلي الجمله في انا بلش قبل. اوكي انا يعني عاده مايا دياب عاده وين ما بتروح بتعمل ضجه مايا، وانت شفت بعينك ومزبوط، وحتى بالانترنس عملت ضجه، ولكن باخر فتره عملت ضجه كثير كبيره، مش من زمان عناوين احتلت كل المواقع الالكترونيه اللي بتهتم بالاخبار الفنيه، بيقول الموقع مايا دياب تغني في ملهى للمثليين للجيز. نعم. ملهى اسمه بوش، مايا دياب عملت ايفنت للجيز. يس. بنايت كلاب اسمه بوش، هذا كان الخبر اللي نقلوه، والخبر نقل بطريقه وكانه عم يتوجه لك انتقاد سلبي. بس هو مايا دياب غنت للجيز؟ الخبر ما بده نقل. شو؟ انه انت استقبلت جيز بالاستوديو ولا لا؟ وين؟ هون بالاستوديو هون؟ سؤال جاد. فكر عم بيقول سؤال جاد كشو؟ كحدا بيعرف بال شو كأنت وجاد بتعرفوا كثير منيح. كأنا وجاد شو بنعرف أنا وجاد؟ كأنت وجاد بتعرفوا كثير منيح. بدي خبرك خبرين، نحن ضحكنا هلا بالموضوع، الموضوع ما بيضحك، بس الجواب اللي جاوبتك هي جواب حقيقي لإلك لفريق العمل لكل الناس، يكون واضح جدا لأنه هيدا الشيء مو عيب اللي قالوه اصلا، يعني عيب كانه عم بقول لك انه انت ما عندك شعر وانا عندي شعر، يعني شيء كثير عيب. قصدك انه الجيز شيء طبيعي اليوم؟ طبعا شيء طبيعي بالحياه. نحن انا كتبت شيء كثير مهم عندي على السوشيال ميديا، هيدا رد لكل الناس السيك مايندد، عن جد مريضه بعقلها اللي كتبت. ما راح اقول مين هن لانه بيتخبوا وراء اصبعهم، بيستحوا يقولوا هن مين لانه مجتمعهم ما بيخليهم يعترفوا هن مين. أوكي. حتى عم بحكي عن الاقلام اللي كتبت لانه عيب اولا. دو ان. بس شو يعني عن شو بدهم يكتبوا؟ هيدا الموضوع مين انا ومين انت ومين كل العالم تنحكي فيه. شو هو الموضوع اساسا؟ انه انت رحتي غنيتي بنايت كلاب اسمه اول شغله جاي فريندلي، جاي فريندلي نايت كلاب، يعني انت بروجرامك جاي فريندلي بروجرام. ايه انا بستضيف، ما بسال عن احنا عالم بنعيش كلنا مع بعض، كلنا بنحب بعض، كلنا موجودين بهيدي الكره الارضيه لنعيش سوا، نحن منا حدا لحتى نحكي عن حدا تاني ولحتى نقيم عالم تانيين ولحتى ننتقد عالم تانيين، نحن عالم كذابين نتخبى ورا حالنا ورا قصص، مفكرين انه نحن عم نعملهم بالمخفي عن الناس، بس كل حدا بيعرف مين التاني. انا ما بقول، انا ما بهمني، انا بهمني الشخص شو بيعمل لي بالحياه، كيف بحبني، كيف بحبه، كيف بتعامل معه. ما بتسالي عن توجه الجنسي يعني. هيدي هي الحياه. الدين بيعلمنا نحب الاخر، نتعاطى مع الاخر، وكيف نكون عم نتعايش مع بعض بهيدي المحبة اللي الله وهبنا إياها واللي هو حبنا إياها لحتى نحن نكون موجودين على هيدي الأرض. هيدا السلسلة. وبدي أقول لكم شغلة، وحياة بنتي هو أول مرة بحلف بنتي على الهوى، فيكم ترجعوا كثير لورا. هذا الحكي مش تزلف، ولا هذا الحكي نابع من قهري من العالم اللي عندها مشكلة بعقلها. قهرك هذا العنوان؟ لا ليه، انه شو انه عم تغني للجيز؟ لا 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 لا، انا بيشرفني غني لكل الناس. بيشرفني غني لكل الناس، من انا اقل الناس من هالناس انا اللي حدون لا اعلى ناس بالعالم، مثل ما انت يا هشام بتستقبل كل الناس ببرنامجك، مثل ما الطبيب بيستقبل كل الناس عنده بالعياده، مثل ما البنك بيفتح اكونت لكل الناس، مثل ما السوبر ماركت بتفوت عليها كل الناس، مثل 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 نحن عالم لنحب بعضنا. اكثر من هيك بليز ينضبوا اللي كتبوا ببيوتهم ويجيبوا عن جد مرايه ويشوفوا هن ايه، انه انا عادي يعني معي.
انا كمان عادل سايد كيك يعني برنامج جاي ولا مره مثلا انه انا جاد جاي ولا مره حتى افتمت شغل هلا عليك بدي خبرك خبريه هي وحيد ولادي بدي اقول لك كاردون بس انه اي عادي فيك جيب ولادي انت جاوبت جواب هلا بضحك انه انت بضحك لا بضحك ولا ذكي لانه جوابك بمحله وبدي اقول لك شيء هشام وجورج كمان المايسترو الفرقه عندي كمان جاي وما حدا ولا لا مره انا ما بدي احكي عن جورج لانه جورج عنده شغله يعني مع حدا كلنا منع... ما بدي شو... ما انا بعرف عنده حدا مع عنده شيء مع يا المايسترو جورج بدي اقول شيء اول شيء بدي اتشكر وجود اكيد المايسترو جورج وكل الفرقه ثانك يو كلكم شباب انكم موجودين معي مرسي جاد لانه نحن قاعدين معكم بالفرقه كلنا سوا ثانك يو وبدي اقول انه ما بدنا نقلب الموضوع نكته لا اكيد هيدي يا جماعه مش مسبه هيدي لا اكيد فو يا عيب الشو يعني انه اصلا اللي قلته هلا انت النكت اللي نكتها مش بمحلها مزبوط بالقرن ال 21 اكيد ما في هذا الهوموفوبيك از يعني مش مقبول بس في ناس اتهموك انه يو بروموت هوموسيكشواليتي يعني انت بتسوقي للجيز هيك حبيبي انت بغنائك بنايت كلوب انا انتبه عم بنقول وجهه نظر عم بنقول وجهه نظر اللي كتبه اي بس انا جاوبتك انا بغني لكل الناس الموسيقى لكل الناس وبعد في شيء بدي اقوله نكايه بكل الناس الكذابه انه الدومين تبعنا نحن الفن تلفزيون كل شيء بيطلع على هالشاشه وهيك اليوم ازرولد باكثر من 70% منه باي جيز بيكوز هن موجودين ويا هالقد لانه عندهم الكوتي كرييتيف كثير كبير طبعا وانا بحترمهم وبحبهم وبقدرهم لاني بقدر كل انسان هالقد واصل بعقله بتفكيره وبابداعه لمحل ما هو واصل تحيه لكم كلكم ولكل الناس بحبكم كثير هاو النكت بيطلعوا من عند هشام لا هولي مش انا ما نكتت انا مدحاتهم مدحاتهم مالهم علاقه هولي مش مالهم علاقه بشو موقفي من الموضوع لانه انا معروف اني منفتح وما عندي مع حريه راي خلينا نشوف ولو ما حضرنا عندك اكيد خلينا نشوف رشز ما هيك من الايفنت اللي صار بفوش شيء كثير قوي كثير قوي يلا خلينا نشوف كان الايفنت بالبوش مثل ما نعرف عنه جاي فريندلي كلوب بس انت يعني في جرأه يعني غير انه عم تغني بهيك محل في جرأه بالاداء بالبرفورمنس وين الجرأه؟ انه بكل شيء بالثياب بالاودينس بالجمهور بكل شيء شو انا مايا دياب اجرأ فنان اليوم على الساحه؟ ابدا مش اجرأ وحده بدي كثير تصير اجرأ مين اللي مين غيرك بيطلع بشعر اخضر؟ هيدي جرأه؟ اي جرأه انه هيدي صبغه صبغه جريئه كيف صبغة جريئة ما هيك طيب بتغني طيب ليك هاي مش صبغة هاي شو هاي بيريك بيريك ولا يس ليش بنقي اللون الأخضر اليوم في شيء له هيك سين له حسيت بيعطيك انت هيك بيعمل لك ريفلكسيون على وجهك طلع مخدر أنا بالحلقة عن جد بس ما كنت عارفة انه راح تخضر هالقد بكير بهالوقت خضر مبدئيا خضر وركي اكثر شيء اليوم اكثر شيء خضر وركي بالحلقه ما عم بركز انا على فكره ماني كثير بركز كثير انا بالوقعه بعدني عم خليني انا جرب خليك تركزي ما بتغني بس للجيز بتغني للستريت غنيتي باهمج وبجرش كمان انت شكلك بكره عندك كم تايتل يعني بيعجبوك بالصحافه ليش هيك لا قلت ليه ليش قلت لانه خلص الموضوع عايز تحكي شيء بهيدي الطريقة عيب عيب كرمال قيمتك كرمال ثقافتك كرمال معرفتك كرمال انفتاحك ما بيسوى بقى تقول هيدي الجملة لا بس انه عم بقول انا عم انتقل كمان ما بيسوى تقطش قصص انا قلتها بالحلقة لا مش حاطة شيء وما هيك وحياتك ما رح حاطة شيء بس خليني اقول لك شغلة انه انت اليوم يعني مش يعني ما انه مش مفروض بس تصير الضجة لانك عم تغني بجاي فريندلي نايت كلوب كمان لازم تصير الضجة انه اليوم ما يزال لانه انا
كل ما عم بعمل شيء بحياتي عم بيكون حلو وناجح، وكل غنية عم بعملها بتكون أحلى من اللي قبلها، وبعمل CD بيكون هالقد حلو، بشتغل هالقد على موسيقتي. هيدا اللي بنحكي عنه، على برامجي، على على على. وبتغني بجرش؟ صرتي مايا دياب؟ أكيد بغني بجرش. هون صرتي؟ طبعا. بدي خبرك، هو مش كل الناس، في صور عم تطلع، مش كل الناس بيقدروا يكونوا بيعملوا شو يرقصوا فيه مع دانسرز للآخر، وبنفس الوقت يوقفوا على مسرح مثل مسرح جرس اللي هو من أهم المسارح العربية اليوم للمهرجانات، ليكون عم تأدي عليها ويغنوا لايف للناس. مقبولة أنت بمسرح مثل جرس مع الاستعراض والفرق الاستعراضية؟ مقبول هذا نوع المسرح؟ أبدا، ما كان في استعراض بجرس، كان في احترام لهالمسرح اللي كنا واقفين فيه ولنوع الناس، لأنه بكل محل بتعطي حقه للمحل، لكل مقام مقام. طبعا كنا واقفين وقفة جرس يعني، وخوف هالمسرح ورهبته، حتى الموسيقية كانوا بجرش خايفين، يعني كلنا كنا خايفين. واجهتك مع الناس كتير صعبة، وكنا قدها. خلينا نط من اهمج وجرش وروح لسيمونا سكر، سبعة ارواح. ايه انا كنت اسألك سؤال قبل، انا شكلك ماشي وما حلحق اسألك سؤال. بدي اسألك سؤال، انت ليه استقبلتنا اليوم معك بالحلقة؟ اوف، ليه استقبلتك؟ بدك مثل ما قلت بالانترو ولا بدي؟ لا بدي الحقيقة، ليه انت طلبت انه مايا دياب تكون معك اليوم بالحلقة؟ ولا انا بيناتنا عديت للمية قبل ما احكي معك واحكي مع المسؤولين عن انه تكوني معي بالحلقة. ليش؟ لانه انا خفت انه انت تكوني مثلا ما بتحبي اللي بيتعرضوا لك sometimes للانتقاد او للساتير، لانه انا بكم حلقة كنت انت احد موضوع الاشياء اللي بنعملها العام الاول، فخفت لانه احدى الفنانات مره قالت لي انه انت مره متسال علي شو بدك فيه، عم بدي اقول لي 100%. انا عم بسالك كرمال هيك، لانه انت لانه يعني انت ما قللت التهذيب معي على الهواء، وانا جيت لعندك وكرمال هيك بدي اعمل، عملت لك مفاجاه كثير صغيره. قللت التهذيب؟ اكيد، ما انت بلا تهذيب. بس بدي اشرح عادي. لا قللت التهذيب شو؟ هيدي هديه مش من انتك. اوكي، بس هسه بدي اذكركم بس شوي تنرجع هيك باكورد لورا. هيدي هدية ما بتدل على شو في بقلبه، تغشك. بدي افتح شو فيه؟ بدي افتح عمول معرف. الله يبعد الضربات. افتحها بسرعة لأنه ما بدنا ناخذ من وقت. اوكي، لا مش هاخذ وقت حدا هيك. بس لشوف شو الوضع. بس افتحها بسرعة. هيدا بيبي دول. بيبي دول؟ اي، لمدامتك، لانه انت قلت انه مدامتك ما بتلبس بيبي دول، مايا دياب بتطلع ببيبي دول على الهواء، which is not true. بيبي دول يعني مبدئيا انا وحيت يعني في شام انه حبيت اجي، يعني بدي انت ما بتتجاوب الا على الهوا هشام، واذا بتحب يعملوا لك هلا فريق الاعداد عندك سيرش شو يعني بيبي دول. ومايا دياب شو كانت لابسه بالستار اكاديمي؟ كانت لابسه بادي شورت. اوكي، فرق كثير كبير بين البيبي دول والبادي شورت. وانت ما كنت تقل، اول حلقه مرقناها دقوا لي طلعوني نزل، ثاني حلقه صار يعطيني اكزامبل لا ايه ما مايا، لانه انت ما بتطلع فيه اصلا، طلع بالارض. انت هشام هلا عرفت ليه مايا قبلت كمان تطلع مع هشام لهون وبس. مشاهدينا الكرام، بدي اخذ اول بريك او رابع او سابع بريك مايا دياب شو عملتي هلا؟ بس كثير هلا يعني مش شفت ليش بقول لك ما لازم تسال حدا؟ مرتي ما قال على شيء انا. خذ بدك البيبي دول؟ شو بدك عينك بالبيبي دول؟ خذه ما اصلا فكرته هو جاهز. وحياه شو بدي اقول لك فكرته؟ هو هيدا كب علي كل شيء، هيدا السوسه اصلا. انت منتبه انه لهلا جد ما فتح تمه من اول مره؟ ترجي يفتح تمه بكسر له اجري. شو بدك تفتح تمك؟ مايا دياب هاي، لا بتكون مايا دياب بتجي وانت بتسكت، فهمت شو؟ على راسي يا عيب الشوم عليك. بهدلش
اذا بشيلها بالمنتشط شو بيصير؟ بالكسر لك اجريك او شيء هيك؟ بقطع لك الهواء على بالارسال. يا محلى وقعت موتو يعني. انا شايف انه وقعت موتو هي حلقه كي صار معنا بحلقه الليله. نو بحياتك على فكره بكل حلقات انا هيدا اكثر مره يعني بدي اجرب اقولها بتهذيب بنطرق على الهواء. هي في حرف قبل الثاني، هي ما لازم بنطرق، هي لازم على الهواء. مش سارة معي بس خرج اول حلقة. بس عندي سؤال، بيستهلها او لا؟ بيستهلها. طيب بيستهلها او لا؟ طيب ما يا دياب، انا ما يا دياب انا قبلت البيبي دول وحياتي خلص على راسي. لا مش على راسي. لا انه على راسي، مش لانه مش انه حلبسه على راسي. ما بعرف لانه ما بفوت بركي، لان ما بتعرف بركي. انا ما بعرف فرق بين البيبي دول والشورت والبادي شورت. ما بعرف عليك. لا يمكن لانه كثير اسباب. برافو عليك. ما ضروري هلا نقول على الهواء. فلاح وبرافو عليك. انا فلاح وما قصدي انه جنسبا بالموضه. انا قلت بس خليني نروح دغري لسيمونا سكر. اركود سيمونا سكر. انا بحلك ركض ركض. طب سيمونا سكر اثبتت انك ممثله من الطراز الاول. مايا دياب انا انت بتمثل طراز الاول والله العظيم كثير بتمثل حلو. بس ما خفتي انه بجرأتك سيمونا سكر تستقبل سبع رجال ببيتها؟ ايه؟ ما خفتي يقولوا مايا دياب شو عم تروج بهيك كليب؟ لا لا لا، ما هو شو بدي افكر على تفكيرهم، نقعد كلنا بالبيت. هي بنت يا عم، هي بنت اسمها سيمونا سكر. قطع بكل حياتها علاقات مع شباب، بكل محل انغرمت بحدا وتركه كرمال سبب، لانه هالشاب مثلا ناقصه شيء. اوكي. انه يعني واحد نيرد مثلا. مثل طلع فضالك يا حبيبي قلب. لا اليوم بزن هلا اليوم لا بزن هلا اليوم عم بنعمل من انت كثير صارت الحمد لله. فهي قررت تنهيهم هول كلهم وكل هالماضي مره واحده، تستقبلهم مره واحده. و هيدي هي الفكره. و يعني انت مايا دياب عن جد عندك قدره تمثيليه كثير كبيره، مع انه ما عم شوفك باعمال تمثيليه كثيره بلبنان اتليست. ليش؟ بس ما نعرض عليك مسلسل، ما نعرض عليك فيلم، ما شو بلا كله مثلا ما بدي امثل. ليش؟ ما بدي امثل. طب اذا عملت علي اذا عملت لك هلا تست تمثيلي بتعمليه لتفاجئ انك ممثله او لتستيلي انك ممثله؟ انا جايه لعندك لحتى اعمل لك كل القصص الحلوه هشام واهتم فيك. بعد ما بعدلتك حبيبي هشام. ايه اوكي. خليني اعمل لك تست اسمه ايموشنال انترفيو. ايموشنال انترفيو بعطيكي ايموشنال ستيت اوف مايند. يعني عم تفصل ايش يعني ايموشنال انترفيو؟ عندك مشكله كبيره هشام. هيدا الكفش بسموه. طب ضربيني وخلصي. انت ليش عم تعمل؟ لا ما بدنا من اول الحلقه هشام، ماشيين على الطريق على الطريق. الحلقه هاي الحلقه في ضمه لملف بكفى. عم بتعنف انا عم بتعنف يعني كفى عنفا على الرجل. عينك زرق مجبوط. في عنف على الرجل عم بيصير لايف على الهوا يعني ولا لا؟ مزبوط ابو جيك. الايموشن انترفيو بده يبلش. مايا دياب لازم تكون شاطره بس كثير شاطره بالتمثيل، وبدها تقنع السياسيين يحلوا ازمه الزباله بطريقه سكسي. عجب؟ مين تحديدا السياسيين؟ حي الله حدا. ما هالمسؤولين من البلد. ايه المسؤولين عن المسؤولين الغير مسؤولين. برافو عليك. ايه؟ المسؤولين الغير مسؤولين. مواقف سياسي مش عاطل. بتقنعيهم بطريقه سكسي يحلوا ازمه الزباله. عم نمثل. ايه طبعا. من وين بتطلع؟ فيي مبدئيا كسكسي. طلع فيي. اذا جاد بيوحيلي بالسكسي طلع بجاد. فوتي. بليز سيس فيك تحل وتشيلنا هول الزبالات عن الطريق. عم نفتسم يا ريت. تو ماتش. عم بقرف. انا حليت انا اللي انحليت مش الازمه. انا انحليت من اول لاخر. انت ومعصبه مايا دياب. إيه؟ انت ومعصبه عم ببلغوكي، عم بتردي على التليفون عم ببلغوكي انك ربحتي امي اوورد. إيه؟ بس انت ومعصبه عم بتردي تقولي ما بدي اياكم انتو وجايزتكم امي اوورد. بس كثير انه شو بدك تغير لتمثلي احسن؟ اوكورد الموضوع انه إيه؟ انه انا معصبه اني ربحت. إيه؟ امي. ما هي هيدي هيدي بدها كفين لالي. هيدي التشالنج. لا فرجيني التشالنج. انت حيوان عم تلفني لتقلي ربحت امي اوورد. معقول راسك؟ من تحت منيح اللي ما في صوره من تحت اللي. انت وسكرانه ايه عم بتردي على سؤال بمقابله عن حياتك الشخصيه. اسالني السؤال. اسالك سؤال.
اليوم مايا دياب بحياتك الشخصية أنت متزوجة غير متزوجة؟ ما بعرف شو لك. سكراني ولا شو؟ خلصت شالس؟ قوية 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 قوية. هذه مش سكران، هذه عم تنطق. مش هذه سكران. بدي أخذ بريك وبنرجع يلا. كترت اشعار حوالينا نار وزعلانه كله عايش عالطفشاني انا معي مش فرقاني وما راح رد مين ما حكاني هيدا ديو كادو لكل المشاهدين بأول حلقة من لهون وبس بالسيزن 2، كادو منك لإلي ومني أنا وياك للناس أكيد بعقد أكيد رح يسمعوا على الإذاعة بس حرام إنه جيسون ديرولو فينا نقول له هاي إيه في هشام حددوا له اليوم اليوم في كان في جيسون ديرولو اليوم في هشام حددوا له ليه؟ لأنه لكل زمن دولة ورجال عن جد إيه معلش عن جد معلش كان في كان كان ديرولو ظهر كمان اليوم شو؟ داروا له ظهر كونوا في ايه داروا له ظهره برافو عليك ما اليوم العالم كلهم داروا له ظهر بس عن جد عم بيشتغل على نكتو يعني هي هذا الجودو مو جودو جامو اللي معروف مايا دياب مايا دياب عندي فقره ايه والله اخترعتها بالسيزون 2 من لهون وبس ايه من بعد ما سمعناهم الديو ايه عندي فقره اسمها نوستالجي ايه نوستالجي بتحكي عن امور بطفوله كل فنان رح يمرق معي بلهون وبس ايه حاضر الاول على ال بي سي
نحن اليوم على ال بي سي والاول على ال بي سي اللي كان يقدمه المرحوم رياض شراره. تحيه ل للكبير. عن جد اكثر من كبير، هو انسان ما بيتكرر يعني بعالم طبعا الصحافه وتقديم البرامج. وشو مذكره؟ مذكره الاول على ال بي سي. بذكره شغله كثير مهضومه. شو هي؟ مع انه انا بتضايق لانه هو والده لغادي ولهادي ولا يعني، بس انه نحن هالقد بنحبه ونتذكره، والحلو لما نتذكره كلنا بضحكه. هيدا اقوى شيء ممكن تتذكر فيه انسان بحياتك. بس بتذكر شيء كثير حلو بيقول: مين الاول على ال بي سي؟ انت الاول على ال بي سي. برافو. ما تسالكم ولا كومون. برافو. ال بي سي سي فريمون ايتونون. مايا دياب من الاول على ال بي سي، اي لعبه رح تسحبي؟ رح لعبك اليوم لعبه من الاول على ال بي سي. لا تسرعي. اطول شوارب. لا اطول شوارب. اكبر بطن. شو بدك تلعب؟ لا كان في الاسرع بفرم التبوله، كان الاسرع بهول الامور، كان في اطول اوف، كان في ما كانش الاسرع بفرم هشام. انعمل خلصت. لا خلصت اليوم. الاسرع بفرم هشام اوريدي بحكي. خلينا ننط على لعبه ثانيه. يعني حابه اللعبه؟ اوكي خلينا نشوف. لا شو انا شوف على الكاميرا؟ لا شو؟ كاميرا تبي شو؟ ما انا شوف على الكاميرا. لا لا شو هي اسرع فرمة تبولة؟ شو؟ شو هالخبرية؟ شو اسرع بشرب المي؟ شو؟ لا لا انا بعتزل. بيعتزل انسان بيعتزل بحي الله. طب خلينا نشوف شو. انت عم تعتزل جات شي بلا حي. بس خلينا نشوف شو هي. اطول اوف. اطول اوف. بدك تذكرك باطول اوف؟ خلينا نشوف هيك رشز. سمعتك هلا عم بتقول اطول اوف. لا 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 فكرتك هادي خليل عشوائي. ايه بدي وجه له تحيه. خلينا نشوف مشهد نذكر الناس باطول اوف بالاول على الاي بي سي، هيك مشهد بصير اقل من دقيقه. خلينا نشوف. كان عندنا نقول فرح اطول اوف بدوما، توصل انه يسجل رقم قياسي هو 50 ثانيه باطول اوف دون توقف، وكانت اوفه منغمه الى حد ما. هلا يا هل ترى في عين سحلتا على رقم قياسي جديد باطول اوف؟ المشترك الاول اهلا وسهلا فيك، الاسم الكريم ماجد كمال الدين من عين سحلتا. عين سحلتا اهلا وسهلا بماجد. بتغني شيء انت كزحكي؟ لا لا بشتغل نجار. نجار يعني على صوت الربوخ كثير. على صوت الربوخ لازم يكون صوتك هيك. ايه بنفخ كثير كمان. قول الله. فاذا راح نبتدي انا وياك بالتنفيخ، بس على شرط يا ماجد بدي اعزبك إذا سمحت تكوني شوي منغمة الأوف، مش يعني مثل الزمور البحري. راح نبلش هلا، بسألك التوقيت، بسألك التوقيت يعني بتبلش. واحد، اثنين، ثلاثة. الاول على ال بي سي اول شيء مع رياض شراره. بدي اقول بس انه يمكن انا حيالله اعلامي وانا من هذا. بدي اقول تحيه لمدام روني شراره، وبدي اقول تحيه لكل العائله ونيالهم بهالزوج والاب يعني طبعا. بس يعني شفت شو عامل هيك. بس انا بدي اقول انه طموح حيالله حدا عنده بروجرام اليوم على الهواء يكون ربع رياض شراره، ربع سرعه البديهه، ربع بكل شيء بهالحضور بهالحضور الكامل. انا طموحي يكون ربع رياض شراره. بس اطول اوف حاضره، ما تضيعي الشنكاش، امسكي الميكرو. الله يخليك يا مرادي بليز. اطول اوف رح اعير لك. يلا اتكلي على الله. خليلي روني انا بلشت امتي اطول اوف عندي. لا الاوف بالثواني مش بالسنتي. اه اوكي. ما انت يلا فوق حياته اطول اوف. لا ما يا دابا رح ترمي، ما يا دابا رح ترمي. يلا امسك الميكرو. يلا 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 امسك الميكرو. اعطيني غير خير. لا 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 اسرع بفرم التبوله. خليك اطول اوف، خليك اطول اوف، خليك اطول اوف. يلا يلا يا سرح. ما يا امسك الميكرو بليز. بليز بليز. شو بدي اقول لك؟ اطول اوف. قال له ما تعمل زمور. لك يلا اعمل زمور. انا مينيموم زمور. اعمل لي زمور. يلا ناطر.
دو تروى بلشت صار مرة ثلاث ثواني بعدك أطول سكوت هي هيك رفعت الأوف مايا طب شو رأيك في التحدي اللي جاي من بعد عملتي أطول أوف أنا ما بسحب كارت ما بعمل شيء ما رح تسحب كارت ما بدي أحكي طب سؤال وقت كنا عم نعمل ريسيرش عادة العالم كتير بتحب لما الفنان أو الفنانة يغنوا لغيرهم من أبناء جيلهم كأغاني مثلا كنت عم بتشوف سيلين ديون مع جيمي فالن بتلاقي سيلين ديون عم بغني لشير عم بتغني لمايكل جاكسون ما عنده عقدة مع انه سيلين ديون مثلا ايكون اكيد آيكن. مثلا انا قالوا لي انه ليك ما تسال مايا لانه مايا ما رح تغني لحدا معقول مثلا تعمليات ما بعرف عم بسال هالسؤال اول شيء عندك العقدة اخالي من العاد يعني مين؟ ما قلت الاوف لانه بتضحك كثير يعني مش عادة هي بس هذا الموضوع انا بالنسبه لي عادي انا بسمع لكل الناس وبحب كثير اغاني مانول لالي مثل مين مثلا مثل مين فنانه هيك فنانه كله. فنانه من جيلك بتحبي لها اغاني بتسمعيها مين نانسي عجرم معقول احلى الاغاني بتعمل نانسي اصلا بسمع نانسي بسمع كل العالم بسمع الراديو بسمع كل الناس مين معقول زي في قصص ما بحبهم بالمره في قصص بضحكوني كثير في قصص اوت وفي قصص كثير حلوه طيب مين معقول تمسك الميكرو وتسمعيني مش انه غنية غنية هيك مقطع جملتين لفنانة مش من جيلي شو واثق بحاله شو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي كانت قصة اعجاب صارت حب وعذاب تاريخ شيخ الشباب حبه بيكوي كوي كانت قصة أعجاب صارت حب وعذاب تاريخ شيخ الشباب حبه بيكوي كوي مايا دياب انا بلا عقد بلا عقد بالانترودكشن قلت شعرها اخضر بس مش كبران الخسي براسها هالقد انت داون تو ايرث بتغني يا جماعه يا عمي برجع بقول لك نحن يعني تو هيك الحياه حلوه ولايت ونعيشها مثل ما هي مايا دياب بتخافي من المستقبل من شو من المستقبل بتخافي من بكره بتفكر فيه كثير بتفكري فيه كثير رح يفوت على الستيج هلا على الاستديو عنا فورتشن تيلر او قارئة كف يعني بتقرا بكفك وبتقرا لك مستقبلي بتخافي وبتامني اول شيء بهذا الموضوع؟ لا ما بعرف ما بتامني؟ واذا عرفت لك هلا شيء ما فيك تكون بتامن وبتامن بهذا كاساندرا هي قارئة الكف تبع لهون وبس بالسيزون 2 رح تقرا الكف ل كف ايدي؟ مش اذا شبقتيني اياه بلا تفضل لانه تقري على وجهك ايه برافو عليك مش انه شبقت شبقيني كف تقري على خدي شو رايك تقرا الكف على وجهه يلا جاد ما بعرف انت عبالك كانه تاكل كف او شيء يا حرام كاساندرا تفضلي زادتي لك كاساندرا هاي ايه مهضومه كاساندرا الفوت واو هيك على الارض يعني شغلينها مزبوط ايه صح كاساندرا هاي كاساندرا هاي كيفك؟ كف مايا لإلك اليسار للشمال تفضلي مين وراكي مايا دياب هلا لانه انت وراكي ثلاث اشخاص ايه شخصين منهم خارج البلد وشخص بقلب البلد بس في شخص منهم رح تختاري يلي برا البلد بعد اربع اشهرات يعني بعد اربع ايام اربع اسابيع اربع شهور خط المهني عندك بيقوى غير التمثيل حتفاجئك خط المهني طبعا حتفوت دمع جديد غير التقديم وغير التمثيل وغير كل هول عم بتحضري على شيء مش هون مش بلبنان برا البلد ومع ثلاث اشخاص كتير مهمين هيدا خط المهنه استقرارك لبعدين بيكون براك لبنان بين دولتين اوروبيات حصرا اما بالنسبه لخط العاطفي عندك انت مقلقه شوي بالعاطفي منك مساحه
دائما بتحاولي تكذبي على حالك بس ما بتقدري، عيونك بتفضحك. طيب لفل انا لانه بلشت تغلط بالحديث. لا خلص كفي، لا خلص خليني كفي، لا معلش خلص كفي. لا لك عليك عين حسد، يمكن صابك بالعين. انا معي سبع درجات من القيمه في صيد. شو بدي اقول لك؟ ايه من هون لهون ما في صيد لعيون. ايه لا هم هو هلا انت صبتي اول حلقه وقعتي لوحي وقعك بس صابت عين. ايه عطلو درج. ما انك مرتاحة كتير بقلبك، بس فيني اقول لك انه في احكي كل شيء. فيك تحكي اللي بدك اياه. اي احكي كل شيء. على مسؤوليتكم. كمسؤوليتنا شو في في شيء؟ قايل لها قصص يلا. والله العظيم مش قايل لها شيء، وحياة الله مش قايل لها شيء. ايه. انت نفذتي من الموت قبل بمرة؟ الله يستر هالمرة. شو يعني ما فهمت؟ عمرها قصير. احسن. أكيد أحسن. طيب كاساندرا مشاهدينا الكرام نشكرك على بالعكس انا ما زعلت انك قلتي لي كاساندرا باي باي كاساندرا شكرا دافي كثير كبير لك كاساندرا جاد انت وافكارك عن جد والله عن جد انت وافكارك بالمره الطير ما قلت لك ما تجيب حدا بيقرب الكف شوف ما عندك شيء براسك طبعا انت شوف مايا بتامني بهالمواضيع يعني هلا بتقلق زي بتخاف لا 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 بس انا ما بخاف من الموت هذا الاهم بس انه انا هلا ما بعرف شو بدي احكي باخر الحلقه قالت لك عمرك قصير يا لطيف بتكون عندك الخبريه هيدي وقت اموت ياخذوها من عندك لا ما تحكي هيك بليز عن جد ما تحكي ما بدي ما عندي عقد يعني ما هلا ما راي مرور الكلام هذا الموضوع ايه يعني ما بتفكري فيه بقى بس عن جد موضوع الموت انا اصلا بحكي فيه ما بعرف ليه بعيطوا علي ما بيعني لي يعني ما كثير بخوفك لا انه بتموت ابكر احسن شيء بس لا ما تحكي هيك لا لا ما بعرف لا 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 يا عمي يا عمي ليه لا ليه مين قال انه الموت شيء مش منيح ومين قال انه الموت شر يعني مين قال انه لا سمح الله بس ما هو الله وجدنا خلقنا وهو بياخذنا الحالتين هن حالتين نحن لازم نحبهم ونقبل فيهم ساعة اللي هو بده الموت والحياة مثل بعض طبعا قد بعضهم الموت حق يعني مثل الحياة حق طيب مايا داب قالت انه كمان بالخط العاطفي انت ما قلقزي ما خصك ما خصك هي خصة بس انا ما خصك اكيد مايا داب كانت ضيفتك حلقة الاولى من الموسم الثاني لا هون بس عن جد خلصت بكرة بحكي لها بكرة الصبح هلا بس كثير سريع الوقت مايا داب الحلقة سريعة لانه انت بتعقلي انا بس بدي اكون هيك موضوعية لانه انا ما بحب المواضيع تبع التشكرات وهيك كل الناس بيعرفوا بعض بيعرفوا انه انا بدي اقول لهم ثانك يو بس جو بعيد بدنا نقول له ميرسي اكيد بدنا نشكر جو بعيد بدي اقول له ميرسي لانه هو حضر لنا اول شيء على الكليب الروعة اللي ما بقي في حدا ما حكى بالكليب مزبوط سبعة ارواح وبسيمونة سكر مزبوط. الغنية بدي اتشكر فيها كمان كل اللي اشتغلوا عليها بس الاهم انه البرومو تبع والتيزرز تبع حلقتك هالقد كانت حلوة وقوية جو عن جد راح وعمل كل السبيريت اللي كان طبعا. موجود بسيمونة سكر وجده وعن جد لازم اقول له ثانك يو لقلو لجيمي كثير مايا داب ما كان معقول لهون وبس يحلم ببداية احلى من هيك مع مايا داب the one and only بشعرك وبلوكك انت روعه ما شو بدي اعمل قلت له داب انت روعه انا عن جد انت يعني ما حدا بيفكر ببدايه احلى من هيك بدي اختم حلقه الليله بسبعة ارواح الغنيه بكليب اللي مكسر الارض اليوم لايف من لهون وبس رح تختمي بسبعة ارواح عاده بنقول سكور الديب اليوم بنقول سكور دياب ولما تسكور دياب هيك اللي بتشوفه على الهواء يلا اربط انرجي